لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. عاشت قديستنا البارة مكرينة التي نقيم تذكارها اليوم في القرن الرابع. هي أخت القديسين باسيليوس الكبير وغريغوريوس النيساسي، وقد كتب الأخير سيرة حياتها الجديرة بالدرس للفوائد الجمة التي نجتنيها من قراءته. كانت الكبرى بين 10 أطفال، وكانت المثال الذي يحتذى والعون لهم جميعا. مات خطيبها فجأة قبل زفافها، فقررت مكرينة تكريس حياتها لله، وكان قرارها وثباتها فيه أكبر من عمرها. دعاها القديس غريغوريوس النيساسي عظيمة، لا لأنها أكبر منه، بل لقامتها الروحية العالية. كانت عظيمة فعلا في كل شيء، في التواضع والمحبة والتمييز والتعقل والشجاعة. هكذا كانت بمثابة المعلمة والقائدة الروحية لإخوتها وأمها إيميليا، التي أنهت حياتها مترهبة في الدير الذي رأسته مكرينة. دون القديس غريغوريوس النيساسي بأدق تفصيل المحادثة التي تمت بينه وبين أخته القديسة قبل رقادها وهي طريحة الفراش أثناء مرضها، ووصف الأحداث التي تلت رقادها، خاصة كيف بكى هو عليها وكيف بكت راهباتها أيضا، وهن مملوءات بالألم والأمل بالحياة الأبدية. حقا إن صلوات الوالدين مهمة جدا، وتلعب دورا هاما في حياة كل إنسان. تؤكد هذا إحدى صلوات خدمة سر الزواج المقدس حين تقول: صلاة الوالدين تدعم أساسات البيت. يظهر هذا جليا بالطبع عندما يكون الأبوان بارين وصديقين، لأن الوالدين ليسوا من يلد بطريقة بيولوجية، فهذا تفعله الحيوانات غير العاقلة أيضا، لكن الوالدين الحقيقيين هم الذين يجددون أولادهم، أي أنهم يربونهم التربية الحسنة على مخافة الله وحفظ وصاياه، ويهتمون بولادتهم الروحية. هذا يتحقق بواسطة حياة الكنيسة وتقويتهم بعيش الحياة الأرثوذكسية فيها. لمثل هذه الصلوات إذن ثقل كبير، وهي سبب لانحدار نعم وبركات ومواهب كثيرة من لدن أبي الأنوار. هكذا ظهرت القديسة مكرينة طفلة قديسة من أبوين قديسين، وعمودا لامعا ومثالا حقيقيا لكل من يصبو إلى تقديس سيرته ويطلب بتواضع شفاعتها. آمين.